بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم، وحلقة استثنائية عن المباراة المهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي ونادي مازيمبي الكونغولي التي تقام الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي. حتى الآن في الدقيقة 62 التعادل بدون أهداف، ودي نتيجة يعني ممكن تودي الأهلي إلى الطريق يعني إحنا مش عايزينه. لكن في الدقيقة 58 كان هناك هدف لنادي مازيمبي الكونغولي تم الغائه بداعي لمسه اليد على لاعب مازيمبي. الحمد لله انه اتلغى الهدف، لان ده كان بيبقى بالنسبه للنادي الاهلي كان هيصعب الامور بالنسبه له كتير جدا في ظل يعني حماس المباراه والجماهير والامور دي. لكن الشيء الجميل والمفرح يعني والمبهج هو وجود الجماهير النادي الاهلي بهذا الكم الكبير جدا في استاد القاهره الدولي. يمكن انا كنت قبل المباراه تقريبا بثلاث اربع ساعات في محيط استاد القاهره معدي بالعربيه، بسم الله ما شاء الله، لقيت الجماهير، لقيت الاعلام، حاجه برضو التزام الجميل، كل واحد معلق الفان اي دي بتاعه، وحاجه مثاليه، رايحين يشجعوا فريقهم، رايحين طبعا يدعموه ويأزروه. بالامور دي النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يعني ان شاء الله بعد قليل او اثناء الحلقه ما شغاله معاكم، وان شاء الله هنلتقيكم بعد المباراه مباشرة مع كابتننا الكبير ونجم مصر الكبير ومدير الفني القدير كابتن مختار مختار للحديث عن المباراة واخبار المباراة ان شاء الله، ونقول الف الف مبروك للنادي الاهلي. سريعا يعني الشوط الاول كان في احصائية النادي الاهلي ومازيمبي الغنغولي. الاهلي بسم الله ما شاء الله كان في استحواذ لكن وهجمات ضائعة، 64 للنادي الاهلي 36 لمازيمبي، استادات 7 على 4، التمريرات 263 ل 149، العرضيات 81% 11 بنسبة 81% 4 بنسبة 50%، ركلات ركنية 7 ل 1، التسلل 1 ل 0، بطاقات صفراء 2 لمازيمبي، بطاقات حمراء ما فيش، الأخطاء المرتكبة 5 ل 6 للنادي الأهلي، خسارة استحواذ 86 ل 81 لمازيمبي. ده بيقول ان النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يعدي المباراه ويحقق الهدف المطلوب. هي مباراه صعبه نقدر نقول، احنا قلنا تعادلنا خارج الديار امام مازيمبي في الكونغو هي دي ممكن تبقى يعني نتيجه حلوه جدا، لكن دايما نتيجه 0-0 اسمها النتيجه نقدر نقولها الفخ او الخادعه بالنسبه لاي فريق بيتعادل بره الديار. عموما نتمنى ان شاء الله للنادي الاهلي، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر وقادر، جماهير كبيره، جماهير عظيمه، جماهير موجوده بسم الله ما شاء الله. لو جبنا لنا صوره لجماهير حدث ولا حرج موجوده في استاد القاهره الدولي، ملياه يعني كاد ممتلئه عن الاخر، وحاجه مميزه جدا وحاجه سعيده بتسعدنا كلنا. ان شاء الله الدعم الجماهيري هو في، حصل تغيير، نزل عمرو السوليه، خرج عمرو السوليه ونزل مكانه ده طبعا مؤمن زكريا بيساند النادي الاهلي في مباراه اليوم، ودي برضه صوره الجماهير اللي من شويه اتكلمت عنها، حاجه رائعه حاجه عظيمه. نزل امام عاشور مكان عمرو السوليه، ودي برضه صور ما قبل المباراه طبعا من خلال طبعا مراسلينا محمد تقريبا محمد حسنين موجود في استاد القاهره بيدينا، او زملاء الموجودين اللي بيدونا ويمدونا طبعا في رومنتادا بالصور الجميله، لقطات الجماهير العظيمه اللي ان شاء الله تروح فرحانه، ان شاء الله يا رب تروح فرحانه. يعني انا يعني الواحد منفعل شويه ومتعصب لنتيجه المباراه، لكن نتمنى ان شاء الله كل الامور دي بعد المباراه نقول مبروك ونستقبل بقى كمان كده بعد المباراه ما تخلص كابتننا الكبير طبعا مختار مختار ونتكلم معاه عن جواء المباراه. اكيد النهارده كان في الشوط الاول اهداف ضائعه، احمد عبد القادر على عمرو السلاوي وتسديدته على بعض الامور والهجمات المهمه جدا من جانب علي معلول ومن جانب محمد هاني. كمان الانفاتي حارس المرمى عامل اداء ولا اروع، هو سنغالي، والسنغال يا جماعه واحده من الدول الكبيره جدا اللي عندها صغيره كبيره جدا من لاعبي كره القدم. الاهلي جاب هدف ليه؟ وسام ابو علي، محمد عبد المنعم، مبروك محمد عبد المنعم بيحرز الهدف الاول للنادي الاهلي. في نفس التوقيت الترجي بيجيب هدف في صن داونز، الترجي بنسبه 99% في النهائي، وتبقى ان شاء الله ان شاء الله مباراه ما بين الاهلي ونادي الترجي التونسي. محمد عبد المنعم معودنا دايما انه في الحدث المهم بيبقى متواجد. في المباراه النهائيه بسم الله ما شاء الله عبد المنعم واحد من اهم المدافعين في القاره الافريقيه. لسه من يومين كنت بتكلم مع الكابتن خالد جلال، امبارح مع الكابتن خالد جلال، بقول له يا كابتن خالد عبد المنعم شايفه فين؟ قال لي عبد المنعم، قلت له انا شايف عبد المنعم في واحد من الانديه الاوروبيه الكبيره.
قال ان ادارات الانديه في بعض الاوقات ممكن تكون بتبالغ، ادارات الانديه ممكن تكون يعني الى حد ما يعني بتشايفه ان هي يعني ربط او اللاعب ده بدا عندها، اللاعب ده كمل عندها بشكل كويس جدا لما بقى مميز جدا، بالتالي بيطلبوا كتير. بس انا اشوف يعني ده وجهه نظر، واحنا بنطرح اعلامي دايما، ودي يعني شغلتنا ان احنا نقول لو شفنا عبد المنعم في واحد من الدوريات الكبيره الالمانيه او الانجليزيه او الايطاليه او الاسبانيه، اعتقد ان هو في مستواه هيبقى في تطور كبير جدا جدا جدا. يا رب كده النتيجه. طبعا دقيقه تقريبا داخلين على الدقيقه 70، نتمنى ان شاء الله العشر دقائق والعشرين دقيقه الفاضلين ان النادي الاهلي كمان يعوض ويعمل كفر لكمان هدف، ويبقى ان شاء الله وصول النادي الاهلي ان شاء رب العالمين الى النهائي الافريقي امام الترجي، وترجع تاني ذكريات تانيه كبيره جدا ما بين الاهلي والترجي. اعتقد كان اخر يعني نهائي كان سنه 2012 في حقبه تولي الكابتن حسام البدري المهمه الفنيه للنادي الاهلي. الامور ان شاء الله تمشي على الشكل ده والمنوال ده. على جانب اخر برضو بقول لمشاهدينا ان مباراه نادي مازيمبي الكونغولي ونادي الترجي التونسي كانت توقفت تقريبا في دقيقه 20، لان طبعا العوامل الجويه، دايما في عوامل جويه قهريه بتبقى دايما احنا ترجي وسان داونز بتبقى احنا بعيد عنها او احنا ما بنقدرش نبقى عندنا قرار فيها، القرار فيها دايما او في الرولز بتاع الاتحاد الافريقي او الاتحادات الدوليه، الظروف الكبيره جدا اللي بتبقى زي مثلا على سبيل المثال مثلا اعاصير او برق او 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 مما يؤثر على سلامه اللاعبين بيتخذ قرار بتوقف المباراه. توقفت المباراه لفتره وعادت المباراه مره اخرى والترجي التونسي متقدم بهدف، ويعني ذلك ان الترجي هدف على ضياء في ارضه وهدف خارج الارض. اعتقد الامور بتقرب كتير جدا جدا لنادي الترجي التونسي، وان شاء الله كمان تقرب اكثر للنادي الاهلي نادينا الحبيب اللي بيشارك في المباراه وفايز حتى الان طبعا بنتيجه وهدف للا شيء براس النجم الكبير محمد عبد المنعم نجم النادي الاهلي. طبعا انا عيني بتروح وتيجي جنب كده بتابع برضو عشان ابقى يعني متفاعل معاكم ومتابع الدنيا ماشيه ازاي. يا رب يا رب كده تمشي الامور على خير وتمشي الامور يعني ونقول للنادي الاهلي الف الف مبروك. معانا في تقرير عن البطوله العالميه للفروسيه. امبارح قلت دايما القياده السياسيه طبعا لما تبقى بتدعم الرياضه، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاضر افتتاح بطوله العالم للفروسيه المقامه بالعاصمه الاداريه، وزي ما قلنا اتفرجوا على العاصمة الإدارية في الشهور اللي جاية من خلال المنظومة الكبيرة، المدينة الرياضية الكبيرة، الملاعب، ملعب الفروسية، الملاعب الفرعية، الصالات المغطاة، حاجة ولا أروع ولا أحسن زي ما كان بيقول دايما الكابتن أحمد شوبير، هتشوفوها وتشوفوا حاجة مميزة جدا. البطولة العالم البطولة العالمية للفروسية واخدة اهتمام كبير جدا ودعم القيادة السياسية، وجود الرئيس في الافتتاح يعني انه هو دعم لا محدود للرياضة عموما. نروح نشوف التقرير وان شاء الله نرجع لكم ان شاء الله بعد المباراة عشان نقول الف مبروك للنادي الاهلي وصوله للنهائي الافريقي في ضيافتنا نجمنا الكبير كابتن مختار مختار. نروح ونرجع تاني، اوعوا تروحوا في اي مكان. طبعا مرحبا بيكم في البطوله عندنا، البطوله الاستعدادات والله قائمين عليها ناس بيشتغلوا شغل جامد جدا بقالهم اكتر من 4 5 شهور عشان نطلع ببطوله بالشكل الجيد دوت. البطوله دي بطوله عسكريه، هي اول بطوله عسكريه عربيه تقام ومعاها كورسات تاهيليه لنهائي المجموعه 7.
وبعض المراحل العمريه بتاعه الاتحاد المحلي عاديه. الاستعدادات طبعا من كل زي ما انتم شايفين عندنا من كل حاجه، السدود دي كلها حاجات جايه متصنعه، الشركه المنظمه مصنعاها، وفي حاجات عندنا جايه من بره، في اجهزه جايه من بره، عندنا استعدادات جامده جدا بصراحه. الدوله مش متاخره خالص في التطوير بالنسبه للرياضه بتاعتنا دي، وحاطين لها اهتمام جامد، وان شاء الله احنا شايفين ان المستقبل هيبقى يعني جاي معانا قوي في البطوله في الفروسيه، عشان الدوله دعمانا جامد جدا. هي البطوله دلوقتي احنا عندنا بطوله عسكريه، البطوله العسكريه بتنقسم الى جزئين، في جزء اللي هي الفرق ده اتعمل امبارح، وبعدين في الفردي هيتعمل بكره ان شاء الله. الفرق هو معمول على دورتين، يعني الكورس بيبقى بيتنط مرتين، وبيشوفوا في النهايه مين عنده احسن نقط باحسن زمن، وده اللي بيكسب. والحمد لله كان لنا الشرف انه الفريق العسكري المصري بقياده العقيد محمد اسامه البرعي قدروا يحصلوا على المركز الاول في الدول بالنسبه للعسكريين العرب. جه في المركز الثاني دوله قطر الشقيقه، وكان يعني منافسه قويه جدا لانهم اقوياء، وطبعا سوريا جم في المركز الثالث بقوه، وكل البلاد والله قابلوا بلاء حسن، بس الحمد لله احنا ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا ننتصر في بلدنا وان احنا ناخد المركز الاول الحمد لله. الموضوع يعني المفروض بتجهز من فتره طويله، ومع المدرب بتاعي نور حازم والسيد احمد حمدان وبابايا، وبتقعد فتره طويله تجهز عشان تكسب البطوله، ويعني الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا، وان شاء الله بكره كمان. كنت بنفس فرسان كتيرة جامدة قوي زي حليم، كان ورايا على طول، حليم أحمد وإسماعيل طبعا، إسماعيل برعي وكذا فارس تانيين، بس دول طبعا أجمد اتنين. استعدنا بقالنا كذا أسابيع بنستعد يعني، والموضوع بيحتاج شغل كتير يعني، ونشتغل على الخيل ونشتغل على نفسنا وربنا اللي بيكرم يعني. كنت بنافس كذا شباب في نفس الفئة العمرية بتاعتي، وكلهم إلى حد ما كويسين يعني، وبيجروا في مستوى كويس وبس، وربنا كرمني النهارده وطلعت تاني الحمد لله. المنافسه الصراحه قويه، واحنا بنحاول يعني اللي نعمله، وان شاء الله اكسب الاول بكره. ان شاء الله نتاهل الفاينل بتاع المجموعه السابعه، وان شاء الله نكسب برده في الفتره العمريه ان شاء الله. النهارده الحمد لله كسبت تالت الحمد لله، مع كل زمايلي اللي نزلوا معايا. فضلنا نشتغل حبه حلوين مع بعض، وركزنا شويه في المسافات على العروق وحاجات كده، بعدين نطينا مرتين وكده، وركزنا في حاجات معينه اللي هي في المسافات عشان ما نتلخبطش جوه الكورس الحمد لله. والنهارده الحمد لله الحاجات دي اثرت معايا جوه الكورس كويس الحمد لله. المهندس حسن بدع عضو مجلس إدارة نادي المنصورة، إنجاز كبير حققتوه، مبروك، وده رسالتك للجمهور ولعيبة المنصورة في الفترة اللي جاية. الله يبارك في حضرتك الأول، طبعاً أنت وش السعادة علينا، دايماً بتفائل بوشك يا أستاذ أحمد، وبشكرك على حضورك وتواجدك ودعمك لنا دايماً. حضرتك بتتكلم على جمهور المنصورة، جمهور المنصورة مش هنقدر نوفي له حقه لو قعدنا نتكلم من هنا لبكرة. جمهور المنصورة ده جمهور عظيم، جمهور مسالم، جمهور محترم، عمره ما اذى حد، عمرنا ما سمعنا مثلا جمهور المنصوره حصل مشكله منهم في اي مكان، دايما بيحب فريقه وشجع فريقه. بس شفنا الماتش بتاع الازازين ده، كان بالنسبه لي ما كانش مفاجاه ولا حاجه، لان انا عارف وفاء اهل بلدنا عامل ازاي. انا متربي في شوارع وحوالين المنصوره
وعارف وفاء الناس وحب الناس لفرقتهم ازاي كانوا، بس محتاجين دفعه معنويه شويه او حاجه تحسهم على حضور الماتشات والكلام ده. فلما لقوا الفرقه بتنافس ولقوا فيها الميه بتجري فعلا في الفرقه والدنيا هتبقى كويسه، الناس دعم مش طبيعي، الناس الوفات كان اللي دخل الاستاد اللي كان قدهم على شاشه كبيره بره الوفات مؤلفه. الحمد لله بنشكرهم وبنوعدهم دايما ان شاء الله طول ما انتوا ورانا احنا مستمرين في ظهر الفرقه وظهر الكابتن عبد اللطيف الدوماني والجهاز الاداري كله باكمله والجهاز الفني. بنشكرهم على تعبهم، بشكر اللعيبه طبعا برغم الضغوطات اللي عندهم والضغط بتاع الماتشات القويه دي. طبعا الماتشات دي مش محتاجين كوره، انا شايف الناس بتتكلم ان الفرقه كانت وحشه الماتشين اخر ماتشين وبتاع، طبعا ما كانش في مستوى فني كويس يليق بنادي المنصوره فعلا، بس كان في روح قتاليه وكان في روح معنويه كويسه واللعيبة عايزه تصعد واللعيبه عملت اللي عليها وكابتن عبد اللطيف وجهازه عمل اللي عليه وده كرم ربنا، ربنا كلل مجهودنا الحمد لله بالصعود دوري المحترفين. وان شاء الله بندعو برده الجمهور يفضل في ظهرنا ماتش سبورتنج يوم 8/5 ان شاء الله، مش الدنيا مش هتكمل غير بيهم الجمهور ان شاء الله. بنحمد ربنا طبعا على الصعود، ومع ان ده مش المكان الطبيعي للمنصوره في المحترفين، احنا باصين لحاجه ابعد بكتير، يعني المنصوره مكان ممتاز، بس احنا طبعا فرحانين بخطوه زي دي ويا رب نكمل عليها يعني والمنصوره يرجع لمكانه الطبيعي ان شاء الله. في البدايه انا بجد والله بقول لكل شعب الدهليه مليون مبروك. احنا طموحنا اكبر من كده، بس دي بدايه ان شاء الله للي احنا بنحلم بيه باذن الله تعالى. وجود نادي المنصوره في وسط مجموعه في المحترفين على فكره بقى دوري قوي جدا، وان شاء الله ده مش طموحنا باذن الله تعالى نشتغل الفتره الجايه ان احنا نصعد دوري ممتاز. طبعا امبارح مش عايز اوصف لك احساسي والله يا كابتن واحنا جايين والجماهير مقابلانا من دخلة المنصورة، إحساس أنا واحد من الناس عيني دمعت، لأن أنا افتخرت أيام ما إحنا صعدنا دوري ممتاز بنفس الشعور والله بنفس الجمهور، بل بالعكس أنا بقيت أشوف الناس اللي كانت بتشجعنا أولادهم هم اللي بيقابلونا، زي ما بيقولوا جيل بيسلم جيل في حب النادي. فبجد والله أنا كنت سعيد جدا، مش عايز أقول لك أنا ما نمتش من الفرحة. المنظر اللي شفته إمبارح منظر بجد يشرف، يحسسك قد ايه نادي المنصوره نادي كبير جدا وليه شعبيه كبيره جدا وجمهوره فعلا بيحبه جدا من قلبه. منظر امبارح بجد وانت اكيد شفت المنظر بنفسك حاجه فوق الوصف. بجد مليون مبروك للشعب الدهلية كله باذن الله تعالى بدايه ما ان شاء الله، ونوعدكم باللي جاي ان شاء الله يبقى احسن باذن الله تعالى. هو الحمد لله طبعا الحمد لله كميه الضغوط كانت علينا فتره كبيره اكتر من 3 شهور، احنا بنلعب باسم بلد و8 مليون دهلاوي، كانوا الناس الصراحه ملفوفين حوالين الفرقه بشكل ما حصلش من سنين من فتره كبيره. الحمد لله الحمد لله طبعا فرحه كبيره جدا، تعب ربنا اما بيديك فرحه بعد تعب كبير بيبقى طعمها حلو. الحمد لله ان احنا قدرنا نفرح جمهور نادي المنصوره وشعب الدهليه كله، وان شاء الله دي خطوه ان النادي يرجع لمكانه الطبيعي وخطوه للدوري الممتاز ان شاء الله. انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى الاول، الحمد لله تعب ومجهود سنه كامله، السنه اللي فاتت تعبنا بس ما قدرناش نحصل اللي احنا نصعد او نقعد في المحترفين، ربنا كرمنا وقال تعبنا السنه دي وصعدنا. ان شاء الله احنا خدنا خطوه، لسه احنا قدامنا خطوتين، خطوه ماتش سبورتنج ان شاء الله مستنيين اللي احنا يوم الاربعاء نفرح الجمهور تاني ونرجع نادي المنصوره طبيعته في مكانته الطبيعيه، يعني اللي هو يصعد دوري ممتاز ان شاء الله. ده احساس حلو جدا، انا حضرت الصعود 2009 وانا مشجع على المدرج، والله ملك الحمد حضرت الصعود وانا لعيب كوره موجود في النادي، فده حاجه كويسه جدا. وكمان غير كده انا والدي الكبير مشجعين نادي المنصوره، فده بتضيف لي حاجه كبيره جدا في السي في بتاعه في الكاريري، بس ان شاء الله احنا عنده وعدنا لغايه لما نرجع النادي لمكانته الطبيعيه الدوري الممتاز ان شاء الله. هو ده يا كابتن مختار، بص هي البسمه الجميله دي. انا سالت حضرتك قلت لك اتكلمنا على لازم رب انا تهت اللي جاب يقول اخراني اسمه ايه اكرم توفيق، انا تهت يعني بصراحه يعني فرحه كبيره وفرحه عظيمه، وزمايلي في الاخراج والاعداد والمصورين وكابتن مختار دخلت عليه الاوضه واتفرج على الماتش، والماتش يعني كان معقرب كده كان قاعد زعلان سبته وطلعت، لكن الامور مبروك يا كابتن مختار. الله يبارك فيك، مبروك مبروك يعني بسم الله ما شاء الله حاجه يعني تشرف الاهلي شرف الكره المصريه. الحمد لله الحمد لله، ماتش هايل جدا خصوصا طبعا تاني تايم في الوقت اللي احنا هو طبعا كان في يعني تحول يعني هايل في الماتش. الجون اللي اتلغى الجون ده حول ادائنا لاداء هايل جدا ممتع جدا، يعني وصلنا بيه ان احنا نجيب فيه 3 اجوان. بس انا دخلت عليك لقيتك واحد تاني خالص. طبعا الدنيا كانت صعبه خالص. طبعا طبعا جدا يعني حتى قبل ما يجي فين الجون بدايه الشوط الثاني لغايه ما جه الجون
الدنيا كانت صعبه جدا علينا. اظن ان مجرد ان الراجل لغى الجون بالخطا اللي كان موجود دوت فلقيتنا رجعت للمباراه بشكل هائل جدا جدا. احنا رجعنا كان الوحي الكروي نزل علينا. البدايه كانت بدايه يعني ما فيهاش توفيق، هجمات السلية على لا هجمات متوسط يعني لعب متوسط. في ثلاث فرص فيهم السلية، فيهم اثنين للسلية بس يمكن السلية في واحده فيهم ما تعاملش فيها بشكل يعني ايه بيلعب فيرويد، ما تلعبش بفيرويد انما لو كان فيرويد كان استلامها بشكل كويس طبعا، استلامها ابعد ما يكون عند عن الراجل اللي هو القريب منه في الوقت نفسه كان الجون اتفتح ليه. لكن الحمد لله مكسب ومكسب. عايزين نحيي الاول الجماهير العظيمه. طبعا الجماهير العظيمه اللي النهارده عملت هو ده اللي احنا محتاجينه بالظبط، وهو دوت اللي احنا ودايما يا كابتن مختار برضو معلش انا اقطعك بس دايما النادي الاهلي محتاج جماهيره بالايه؟ اكيد اكيد زي مباراه الهلال والوداد وسان داونز وقبل كده يعني اهو بسم الله ما شاء الله يعني كل التحيه والتقدير لجماهير النادي الاهلي الكبيره والعظيمه. وان شاء الله نقول الكلام ده لجماهير الزمالك ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله. شوف صراحه يعني الجماهير دي سبب اساسي في تدهور الكره المصريه ودلوقتي هتبقى سبب اساسي. لا تقصد عدم وجود الجماهير، ما عدم وجودها سبب يعني فعلا احنا بنأدي اداء وحش قوي بعدم وجود الجماهير. انا شايف بقى ان عوده الجماهير دي بالشكل ده ان احنا نشوف الجمهور في وسط الملعب بالشكل اللي احنا شايفينه ده ان شاء الله الكره المصريه هترجع بشكل هائل جدا وهيبقى عندنا منتخب يعني نفتخر بيه فعلا، لان اللعيبه هتبقى غير حتى اللعيبه اللي احنا شايفينها دي قدامنا وهي بتشتغل بشكل كويس قوي. ان شاء الله مع عوده الجماهير دي الدنيا هتتغير بشكل كبير جدا وهو دوت اللي احنا محتاجينه. كنت بكلم مع حد برضه من واحد المهتمين بكره القدم قال لي احنا ماشيين ورايحين لخطر كبير جدا عدم وجود الجماهير في المدرجات، يعني عدم وجود يعني دعم لشعبيه كره القدم الاسباب صناعه كبيره جدا، ده خطر كبير فعلا. حضرتك قلته النهارده هو ده فعلا حل لغز الموضوع، وجود الجماهير يعني عوده الاداء يعني عوده الضغوط على اللاعبين يعني الاداء المتميز. شوف انا كابتن الفتره اللي فاتت دي كلها بتكلم في دي، احنا يعني ادائنا وحش قوي لان يعني في حاجه يعني بعيده عننا وهي الجمهور. وجود الجمهور يرفع مستواك لاعلى الدرجات، عدم وجوده نبقى زي ما احنا شفتنا كده في المنتخب في ماتشات المنتخب لعبتنا ابعد ما تكون على لعبه المنتخب. ليه؟ لانها فاقده شيء كبير جدا وشيء مهم قوي وشيء هو اللي بيخليها في افضل حالاتها وهو الجمهور. وده امر اكيد ان احنا بقالنا سنين طويلة بنلعب بدون جمهور وده أمر أكيد إن هو مؤثر علينا تأثير سلبي بشكل كبير قوي. عودة الجمهور بماتش زي النهارده ده شوف الدنيا كانت عاملة إزاي، وإن شاء الله لما يعود هيبقى الماتشات اللي جاية دي ممكن تبقى عاملة إزاي. كابتن مختار النهارده ما اتفاجئتش النهارده بأكرم توفيق وأداء وجوده في بداية التشكيل؟ أنا فرحان جدا بأكرم لأن أكرم صراحة لعيب هايل ولعيب مجتهد وعنده روح ويعني مميزات كل شيء في أكرم توفيق. فان شاء الله عشان يرجع بالشكل دوت ان شاء الله دي هيبقى مكسب كبير جدا للنادي الاهلي ومكسب كبير جدا ان شاء الله كمان للمنتخب. لا يا طبعا نقطه التحول هو الهدف المرئي زي ما حضرتك قلت، لكن برضه نزول امام عاشور عدم الجاهزيه الكامله 100% بس عمل اداء حتى الباص الاولاني لما عمل الباص لامام لا لامام لا لعلي, لعلي, لعلي معلول انا وهو بيعمل الباص انا قمت من على وال من على يعني قلت هو ده الهدف يعني انفعالي وانا قاعد مع نفسي بباصت علي معلول بتبان يا كابتن قبل ما يجي الجون. يعني انا قاعد جنب احمد فاروق قال لي ايه قلت له جون قبل ما يجي الجون طبعا صراحة. طبعا باصه الباصه يعني الكولوس بتاع علي هايل جدا جدا ممكن يكون 99% من الجون. طب طالما ذكرت علي، علي شايف الاهلي يتعامل معاه في الموسم اللي جاي ازاي؟ يجدد مع موسم ولا موسمين ولا علي ممكن تبقى بالنسبه له الدنيا خلاص لا موسم كويس وبعدين خلي بالك برضو احنا عايزين برضو نتعامل مع القوم بقى باحترافيه شويه بالظبط هو احنا مش يعني خلاص هو ده حتى خلاص حتى لو علي لو يعني في فرصه ان علي يروح في حته ثانيه ويشتغل طبعاً. ما احنا مش عايزين نسيبه واحنا بنسيبه يعني الناس بتقول لا علي خلاص بقى كفايه لا طبعاً. ليه طب احنا نسيبه وهو واقف على حيله خروج وهو لعيب خروج من باب العالي زي ما بيقولوا الاخوه في المغرب يعني العربي يعني بالزبط. مش مهم قوي ان احنا ناخد يعني نخلص عليه الاخر
يعني نفس عنده مصمصه لحتى يعني حتى لو حتى مش هو واقف على حيله وهو في احسن حالاته اكيد ان دي هتبقى حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله. اتفاجئت بتشكيل يعني كولر النهارده ولا كان التشكيل كان بسيط كده كده التشكيل هو ده الكلام بقى معقول قوي فاكر يوم الاهلي والزمالك جدا جدا محمد صلاح انت فاكر اليوم ده واحنا كنا بنتكلم في ايه وبعدين اتكلمنا في ايه اكيد اكيد يعني في حاجات في انت بتنفعل منها بدون ما تحس لان انت بتحس ان في حاجه غير طبيعيه وكان يوميها يعني في حتى في يوم ماتش الزمالك كان في حاجه غير طبيعيه وده امر يعني احنا كلنا حسيناه اكيد النهارده العكس يعني التيم اللي نزل اكيد ان احنا مستريحين لي نفسيا لان مفيش احسن من كده ممكن يبقى عندنا التغييرات اللي بره نقدر برضه ندعمها زي ما حصلت كده دلوقتي وده امر طبيعي لكن في حاجات ما تقدرش تستحملها صراحه يعني وما تنفعش تحصل في النادي الاهلي ده في الفتره اللي جايه دي خلاص يعني وانا في غنى ان انا برضو اذكرها يعني كلاعيبه في لعيبه ما ينفعش ان هي تلعب في النادي الاهلي دلوقتي تاني خالص احنا دلوقتي الحمد لله الماتش خلص بتاع الترجي 1-0 في جنوب افريقيا صن داونز كده الاهلي وجه لوجه امام الترجي التونسي مره في تونس ومره في مصر شايف دي المقابله او الفريق اللي كنت تتمناه ولا احنا فاهمين كرة شمال افريقيا وقبل كده لينا يعني اليد العليا على الترجي في مباريات كتيره الحمد لله هقول لك حاجه الفرقه الثانيه بتكسبنا نفسيا صح ويعني انا في السنه اللي فاتت وادي السنه دي انا مبسوط جدا ان انا مش قابل انا مبسوط جدا ده تخيل بقى اللعيبه بقى عندها كمان الحته النفسيه ديت عامله ازاي فاكيد انا ممكن اتغلب منه نفسيا وممكن اكون احسن منه لكن لما الاقي يعني اقابل الترجي اكيد ان هو الترجي فرقه كويسه جدا واكيد عاملين لنفسهم يعني السنه دي كمان بعد التاني كان بيع نفسيا عاملين نقله هايله جدا جدا لكن في الوقت نفسه انا مستريح نفسيا ان انا هقابل الترجي الترجي الاهلي فاز عليه تقريبا في 2012 ايوه وقت ما كان موجود كابتن حسام البدري كنت موجود معاهم في ملعب رادس واحد من اهم المباريات اللي لعبها النادي الاهلي ولعبها كابتن حسام غالي كمان كانت مباراه رائعه جدا جدا وادوا فيها اداء مميز ودايما احنا بنعرف نلعب على رادس بنلعب في تونس بنلعب باداء مميز جدا والكره قريبه من بعضها خلينا اكمل مع حضرتك قبل ما نروح يعني على المقابله اكيد اللي جايه دي حضرتك قلت التشكيل وانت قلت لي عبد المنعم حيرني وتعبني وحيرني معاه هو عبد المنعم صراحه لعيب هايل اكيد لكن احنا عندنا تحفظ عليه في بعض الحاجات وديت احنا اتكلمنا فيها وانا اتمنى ان شاء الله انه بيسمع كلامنا يعني احنا اكبر منه سنا وعندنا خبره اكثر منه وبنوجهه في صالحه والكلام دوت اكيد ان هو بيسمعه او حد بيسمعه بيقوله له لعيب هايل ممكن يروح لابعد من كده بكتير قوي وعندنا مثل كبير جدا جدا محمد صلاح محمد صلاح يعني شخصية بشخصيته وصل للعالمية محمد يا عبد المنعم لازم تبقى ليك شخصية نحس بيها ونحس ان هي ما فيهاش سلبيات كان معايا موجود امبارح بدون اتكلم حضرتك كابتن خالد جلال مدير الفني الكبير واتكلمنا على جزئية عبد المنعم تحديدا وقلت له يا كابتن انا وجهة نظري لو في الميديا وبحب اطرح طرح هقول عبد المنعم ده انا شايفه في نادي من الانديه الكبيره في القاره الاوروبيه. قال لي طبعا بس احنا عندنا مجالس الادارات دايما بتبقى متمسكه ومتشبثه بالنجم اللي صرفت عليه وربطه واديته الدعم واديته الامكانيات انه يبقى متواجد بالشكل المميز ده. هل انت مع او ضد ولا انت شايف لا انا مع طبعا مع ان لو جات له فرصه يعني يلتقي بشكل كويس بس يعني احنا بنتكلم على الشخصيه احنا عايزين محمد الفرقه الكبيره ما بتقفش على اللاعب افضل شخصياته الفرقه الكبيره طبعا وعندنا امثله وزي ما انا بدي لك مثال بمحمد صلاح محمد صلاح لعيب هايل بس شخصيته افضل من لعبه كمان وديت اللي خلت له المكانه اللي هو فيها دي كذلك بنتكلم على عبد المنعم انت عايز تقول يبقى متواضع كرويا ده انا لازم هو واكيد يعني اكيد في اكيد حتى يعني في حد في الجهاز الفني بيكلمه في الكلام ده اكيد لان احنا اللي حاسينه اكيد التانيين يعني حاسين بيه وهو يعني ممكن زي ما بقول لك يروح لحته هايله جدا جدا كلنا بنتمناها كابتن مختار بصفتك راجل خبير رياضي كبير يعني شايف عبد المنعم بالاداء ده والنضوج ده عبد المنعم تقريبا داخل على 25 حالا صح هو دلوقتي في افضل سن ليه شايفه فين
يعني في أي نادي يعني؟ أي في أي دولة؟ أنا طبعاً كنادي يعني لكن إيه؟ أصلاً أصل هي في أندية كثيرة. عبد المنعم مع جميلة وراح لهم في أندية كثيرة. أندية كثيرة ممكن محمد عبد المنعم يروح فيها في حتة كويسة أوي. إيه الدولة يعني الأنسب؟ لو برضو السؤال يعني لو الدولة الإنجليزية يبقى هاي الدولة الإنجليزية، لأن الإنجليزي قادر على ده. قادر ده أصله لعب ما شاء الله، عنده حاجات كتيرة جدا ودايما في النهائيات ما شاء الله بيبقى سحب بصمة كبيرة يعني ما شاء الله عنده يعني عنده حاجات هائلة جدا جدا. وبعدين خلي بالك بقى ممكن كمان يزيد اكتر من كده بكتير لو التقى، هيلتقي لنفس المستوى اللي هو هيلتقي ليه باذن الله يعني. حضرتك تتخيل انه ممكن يدفع بامام عاشور رغم ان هو بعيد بقاله فتره، وانه يرجع ويديله يعني البوش الجامد ده؟ اعتقد ان ده برضو مردود الإجابة على امام كبير. مردود ايجابي على امام اكثر من مردود ايجابي علينا النهارده، لان امام كان لسه برضه شويه بعيد. لكن اكيد الـ البدايه اللي هو ابتداها النهارده ديت اكيد ان هو يعني هيكتسب فيها نفسه بشكل كبير جدا جدا، يعني هترجع له حالته اللي هو افتقدها، لان هو برضه بقى له فتره كبيره عن الملاعب، ودي امر يعني اللعيب دايما اول ما بيبعد اكيد انه بيقل. لكن كانت فرصة هائلة جدا جدا ان هو يبتدي النهارده. بدايته النهارده متوسطة، لكن اكيد ان دي هتلجعه. برضه كان في على الجانب الاخر إدارة الاقاويل ان الشناوي جاهز وطلب من الجهاز الفني والجهاز الطبي انه يشارك في المباراة. شايف برضه نجم زي الشناوي حارس مصر الاول وحارس النادي الاهلي لو كان جاهز انه كان يبدا، ولا شوبير ماشي مصطفى شوبير ماشي بشكل مميز جدا وهو احق الان بالمشاركة؟ لا، هو اللعيب احنا عندنا يعني خمسة لعيبة يعني ممكن تغيرهم، الجون جون واحد فده عمري ممكن يكون فيه صعوبة شوية، لكن لازم الشناوي ياخد. أيام حضرتك فاكر كابتن إكرامي وكابتن سامي؟ ما أنا بقول لك لازم الشناوي ياخد طبعاً. وبعدين الشناوي لما هياخد مش هي نرجع للفطرة السابقة اللي هو الشناوي الواحد، لا أيوة. دلوقتي لا، هيبقى الشناوي وهيبقى معاه شوبير. انت حافظت على شوبير انه ما يطلعش اعاره. عملت منه حارس واعد من الاهلي اكيد الاثنين دلوقتي هيبقوا منافسين هايلين جدا لبعض. وعندنا مثال كبير جدا ثابت واكرام غلابه طبعا. دي كانت يعني روتيشن جميل جدا حاجه ما تعرفش مين يبدا هنا او هنا. والاثنين كابتن سعد الله يرحمه ولا كابتن اكرام يدي ربنا يديله الصحه وطول العمر، الاثنين كانوا ماشيين والاثنين كانوا شخصيتين مختلفين، لكن الاثنين كانوا كل واحد فيهم له رونقه له يعني جماله زي ما بيقولوا يعني. طب كابتن بعد الاداء المميز ده النهارده طبعا بنقول ثاني وثالث ورابع مليون مبروك للنادي الاهلي، مبروك للجماهير والكبيره. النادي الاهلي دايما نادي كبير، نادي دايما انا بقول النادي الاهلي عنده بالخبرات التراكميه الكبيره انه دايما في اصعب المباريات مع جماهيره بيبقى حاضر في الزمان والمكان. القادم اصعب جدا، المره الاولى خارج الديار في تونس والمباراه الاخرى في القاهره اصعب بكتير عليك من العامل النفسي. شايف التعامل مع المباراه الاولى هل بنفس التشكيل اللي بدا بيه النهارده ولا وبعض المتغيرات اللي حضرتك كمدير فني كبير شايفها؟ لا، في متغيرات طبعا زي متغيرات اكيد. عندنا ماتشات للدوري في لعيبه هتاخد زي اللعيبه اللي قاعده بره، اللعيبه اللي قاعده بره لعيبه كويسه قوي. امام كان قاعد بره اكيد ان امام هياخد، قفش قاعد بره، الشحات قاعد بره، كل دولت لعيبه يعني مؤهلين ان هم يلعبوا الماتش الجاي. بس تاهلهم ده هيجي منين؟ من الماتشات اللي جايه دي. طب حضرتك لو انت قاعد كده وبتتخيل المباراه ان شاء الله ان شاء الله اللي نفوز فيها ان شاء الله او نحقق فيها نتيجه مميزه وتبقى مباراه العوده مريحه للنادي الاهلي، بتتخيل تشكيل النادي الاهلي في المباراه القادمه امام الترجي؟ بتتخيل انا ما بقولش تشكيل هو ده اللي يعني اكزاكتلي اللي هيبقى موجود، تتخيل انا اظن خط الظهر يمكن مش هيحصل فيه تغيير كتير، الاربعه اللي موجودين مش هيحصل فيهم تغيير كتير. عندنا شوبير وعندنا الشناوي يعني زي ما بقول لازم الاثنين يلعبوا. مين بقى يعني مين اللي هياخد او مين اللي هيستمر في الكلام ده؟ اكيد اي حد بس طبعا شوبير دلوقتي بيلعب وده امر كويس. لو لعب الشناوي الماتشات اللي جايه دي اللي هي بتاعت الدوري ممكن يؤهل لهذا الماتش طبعا. نص الملعب اكيد احنا عندنا لعيبه هايله جدا في نص الملعب ما بتلعبش. مروان لو رجع بحالته كويسه مروان امام بس ما يبقاش معاه اكرم توفيق. امام لو موجود هيبقى امام كبدايه. السوليه برضو موجود هيبقى السوليه. مروان واكرم دلوقتي حط يعني ايه قدم عميقه. اكرم ومروان مروان طبعا. انت ساعات برضو بتلعب باثنين ديفندر يعني اثنين ثابتين بيدافعوا كويس قوي، ممكن تلعب
واحد قدامه زي امام او العكس ممكن يبقى قفشه يعني حاجه زي كده. وممكن يعني زي ما انت يعني تفكير المدير الفني هو اللي بيبتدي يشكل في الحته دي. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ لو دول رجعوا اكيد دولت هيبقى عندنا قوه هائله جدا جدا في وسط الملعب. بس حضرتك قلت خلاص وسام ابو علي ده ثابت خلاص. انا كنت انا قايل لك من امتى؟ من يوم ماتش الزمالك وانا بقول وسام كان لازم يلعب اساسي وهو اللي يبتدي وده يعني كان انا كان واضح بالنسبه لي يعني ده. واتمنى ان شاء الله ان الولد يستمر على هذه الحاله والراجل يديله لان هو ممكن الولد يروح في حته هائله جدا يعني. عندنا تاو يعني ممكن زي ما هو طبعا عبد ادي وسام ما شاء الله مبسوطه وسعيده طبعا حاجه حاجه يعني حسين الشحات ويعني الجمعيه في النادي الاهلي والروح يا كابتن برضو تبقى عامل مهم جدا جدا, جدا لاداء لعيبه النادي الاهلي. عبد القادر يعني عبد القادر احنا احترنا عبد القادر احترنا عبد القادر زي ما اتكلمنا وخدنا حاله محمد عبد المنعم برضو عبد القادر واحد من اللاعبين المميزين. لسه كنت مع كابتن خالد بقول ان لعيب واحد على واحد ولعيب خطير جدا ولعيب بيقدر يتصرف في البوكس وعنده الجرأة الكبيره جدا انه يغامر ويدخل الستة ياردة ويهدف. ايه كانت مشكلته يا كابتن؟ اكيد هي مشكله نفسيه مع المدرب يعني اكيد يعني هو ده وهو برضه ممكن يبقى غلطان عبد القادر اكيد طبعا لان طبعًا ممكن يكون المدرب بيكلمه في حاجات معينه وهو يعني بيكبر دماغه. ده كمان تخلي المدرب طبعا كمدير فني حضرتك كبير برضه يعني انت لو عندك لعيب مميز وبيوجع دماغ مش هتلعب. وبس انا ما مش يعني بسمعش الكلام مش قلت له انا يعني بتكلم في دي دايما. كان في عندي لعيبه وانا يعني كانت يعني بيعملوا مشاكل وبيتخصم منهم كتير قوي بس مش بقعدهم. هو ده الصح في الكوره يعني خصم له ما تقعدوش. هدي لك مثال هو طبعا ممكن يفتكر في الكلام دوت. عندي حسين علي كان في نص الملعب طبعا يعني حسين علي كان مشاكل كتير قوي كنت بخصم له كتير قوي لكن عمري ما قعدته في ماتش برغم ان عمري ما قعدته. ليه؟ لان لعيب بيكسبني يعني انا ليا تحفظ عليه في 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 بعض التصرفات بس كنت بخصم له. اوروبا نفس القصه ما كنتش بقعد. اوروبا نفس القصه مصلحتي مع اللاعب مصلحتي معاه بس اخصم له ما قعدوش. مصلحتي الفرقه فوق كل شيء. فاكيد انا مش عارف ايه المشكله اللي كانت مع عبد القادر لكن اكيد ان في جزء عند عبد القادر. اتمنى بقى يعني جزء المدرب يعني الحمد لله هو يعني ما شاء الله مدام ادال وعبد القادر كمان يعني ما خذلوش بل بالعكس اداله افضل ما عنده لان زي ما انت بتقول عبد القادر لعيب يعني واحد على واحد بيعدي من اي حد. بتوع تشيك عملوا له نضج كبير جدا في دماغه كابتن الايه السنتين احترافهم في تشيك. لا ما اكيد لا هو 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 لعيب كويس كواليتي لا هو بصراحه السنه اللي عملها هنا في سموحه هي اللي اديته وعلته وخليته قدامنا لعيب هايل. ف يعني اكيد عبد القادر كمان يعني ممكن يدينا حاجه كويسه جدا جدا الفطره اللي جايه دي كلها. اسمح لي قبل ما اطلع فاصل اسمح لي قبل ما اطلع فاصل بس هنعزي طبعا في وفاه النجم الكبير كابتن سعيد الشيني اكيد. نعم. كان لك قصه كده مع كابتن سعيد والناس لا. قالت وراحت وبتاع لا لا اكيد لا. الكاميرا مع حضرتك قبل ما اطلع فاصل هتعزي بكره العزا بتاعك كابتن سعيد للأسف للأسف, كمان للاسف للاسف والله انا زعلت جدا 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 ان انا ما روحتش الجنازه لان كان لازم اروح الجنازه حتى في يعني انا بتصل سواب في الجنازه اتصلت بمجدي ريشه انا اول ما عرفت الخبر احنا لازم مجدي ريشه عشان اعرف الجنازه امتى بكره فقال لي يا كابتن احنا رحنا بعد العصر وصلينا فقلت له يا اخي ازاي ما تتصل يعني انا كلمت قلت له يا ابني ازاي ما تتصلش بيا قال لي والله انا كنت هتصل بيك بس مش يعني حصل ظروف قلت له العزاء امتى؟ عرفت انا بقى العزاء يوم السبت بكره ان شاء الله ان شاء الله لازم كان ليك قصه معاه يعني لا طبعا خلاص لا مش قصدي انت طلعت نفتها وخلاص الله يرحمه ويحسن اليه نجم كبير كابتن سعيد سعيد الشيشيني واحد من رموز ذئاب الجبل الف رحمه ونور عليك وان شاء الله نبقى متواجدين بكره في عزاء في الحمديه الشاذليه. فاصل وبعد الفاصل ما زلنا مستمرين مع نجمنا الكبير واحد من رموز الكره المصريه والنادي الاهلي كابتن مختار مختار للحديث عن الفوز الكبير للنادي الاهلي على نادي مازيمبي الكونغولي 3 أهداف مقابل لا شيء وفي يعني فرحه كبيره. فاصل ونتواصل بعد الفاصل مع كابتننا الكبير كابتن مختار مختار.
رجعكم تاني بعد الفاصل، وما زال في ضيفتنا طبعا نجمنا الكبير اللي وش حلو علينا كابتن الكبير كابتن مختار مختار، وما زلنا في اصداء فوز النادي الاهلي على نادي مازيمبي الكونغولي، وايضا على الجانب الاخر فوز نادي الترجي التونسي على نادي مامالودي سان داونز على ارضه 1-0، وقبل كده كان فاز في تونس 1-0. كابتن المواجهه القادمه من الجانب الاخر، انت حضرتك لسه بتقول حارس مرمى الترجي التونسي ونادي الترجي في شكل ومتغيرات جديده ومميزه، ده يقلقنا ويقلق الاهلاويه في الفتره اللي جايه؟ طبعا جدا. في الاوسط للنهائي تكسب جوه ملعبها وتكسب بره ملعبها اكيد، وهم اصلا الكره التونسيه اصلا يعني منافسه شديده جدا بينها وبين الكره المصريه من زمان، فكمان لما توصل ان هي تكسب جوه وبره اكيد فرقه تبقى فرقه مرعبه، يعني اكيد فرقه هايله جدا جدا. وحضرتك كمان جداً شاركت امام الجيل عتوقه والعجربي وتميم وطارق دياب وطبعا من افضل من طبعاً افضل من افضل يعني لعيبه جت في تونس طبعا كانت ايامنا. طبعا الماتش النهائي اللي كان الماتش اللي هو بتاع التاهل اللي طبعا ما فوتناش فيه طبعا. كابتن مختار يعني عايز ارجع بيك بالذاكره بس في حاجه سريعا على مجازنا الهدف ده، حضرتك دايما كان عندك ميزه ان ممكن وانت ماشي كده تاخد تسحب الكوره من وراك كده، يعني وانت بتاخد الكوره وتعدي حتى لما لعبتها للكابتن محمود الخطيب يعني كابتن شحاته حسن شحاته لعبها لك اللي هنا كان انت كملت بيها، والكابتن الخطيب كمان يعني خدتها بشكل ما شفتوش اتكرر في كره القدم قبل كده. لا ما شاء الله خطيب عنده مهاره بتساعده بشكل هايل، يمكن انا يعني الكره دي عملها لي علي خليل وانا خدتها كابتن علي خليل، انا اسف ورحت اعملها للخطيب جوه ال 18، خدها بشكل هايل جدا جدا بمهارته الطبيعيه العاديه، وكان جون من الاجوان المميزه. الماتش اللي هناك بقى يعني يمكن حصل امور غير حصل فيه لغط كبير جدا، بس انا يعني الحمد لله اديته بشكل هايل يعني هناك كنت انا بس بنقارن بين جيل وجيل ده بس ما شاء الله هم يعني هم من افضل الاجيال اللي جت اللي هي الجيل اللي هو لعبنا واحنا كان جيلنا. بس خلي بالك الماتش اللي انت بتتكلم فيه دوت اللي احنا بنستعد له ده اللي احنا لعبناه هنا في مصر اللي احنا كسبناه كسبناه في مصر، هم تونس مشيت من هنا راحت اوروبا عملت معسكر في اوروبا وانتوا جابوا لكم 4 مدربين واحنا غير كده كنا لعبنا قبل لعبنا قبل ما نمشي البلاستيك يعني يعني هم استفادوا بشكل كبير جدا من طبعا التقدم في اوروبا وان هم يتعايشوا هناك احنا طبعا الكلام ده كان بعيد خالص عننا يعني ولادنا اللي موجودين دلوقتي الحمد لله الامور عندهم بفضل الله من واسع يعني زي الجيل بتاع ابو تريكه وبركات واحمد ميدو دول يعني صراحه عاشوا في جو هايل جدا جدا، الامكانيات كانت في افضل حالتها يعني اتعدوا بشكل كويس قوي. كابتن حسن شحاته طبعا في الجيل اللي هو الفتره اللي هي من 6 ل 10 كان حاجه طبعًا. يعني امكانيات كانت في اعلى المستويات، وفي عشان كده هم كمان حققوا نتائج هايله جدا 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 اللي كانت ناقصانا يعني الجيل بتاعنا كان ناقصه ان هو يحقق نفس النتائج ديت لو كانت الدنيا يعني مثال اللي انا بتكلم فيه. بس النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله تاتش وود بيسطر تاريخ للمره الخامسه على التوالي في النهائي الافريقي، ان شاء الله يحقق البطوله دي بقى 4 مرات من 5 مرات، واعتقد ان ده حاجه ما اتحققتش على مستوى العالم كله ولا هتتحقق صعب. النادي الاهلي قادر ان شاء الله انه يتواجد وسط الكبار لانه من الكبار، ودايما النادي الاهلي معودنا انه دايما يعني في ما بيقبلش غير بمنصات التتويج في الحاجات الحاسمه بالظبط يحسم القادم من جانب مجلس الاداره المتمثله في الرمز الكبير والنجم الكبير كابتن محمود الخطيب، وايضا المحبين للنادي الاهلي وجميع النادي الاهلي والاعلام المصري مساندا للنادي الاهلي حتى الوصول الى الحلم الكبير. اكيد اكيد ده يعني دلوقتي الهدف الاساسي بتاع النادي الاهلي مش اي يعني البطولات الثانيه دي تعتبر حاجات ثانويه، سواء انا بقولها لك صراحه سواء الدوري العام او كاس مصر او كاس مش عارف يعني الحاجات دي كل دي ثانوي، الاساس دلوقتي هو التتويج بالنسبه لكاس افريقيا لان هو ده هو اللي بيوصل للعالميه والاهلي خلاص يعني حته المحليه هو ما شاء الله اكتفى بيها بشكل كبير جدا، وما ينفعش بقى ان هو يعني ايه يبقى اقل من اللي هو بيشتغل فيه، واللي بيشتغل بيه ده خلاص بقى متعود عليه. وبعدين ما شاء الله
الحسم بقى بالنسبه للنادي الاهلي يعني بقى حاجه يعني واجب، انت عارف واجب بقى سهل بفضل الله. يعني التكرار يعني صراحه بيخلي الامور بقت بسيطه وسهله وبنعملها بشكل تلقائي والحمد لله فيها توفيق كبير جدا. شوف طول ما انت يعني تجتهد وبتبذل اقصى جهد عندك وبتاخد بكل الاسباب اللي هي بتاعه النجاح ونعم بالله اكيد ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك. والاهلي اظن ان دايما كده. بتتكلم بتقول ان المطبخ هو الدوري العام المصري. نعم. بمعنى ان انتظام المسابقه وتوفير المناخ المهم جدا للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه هو الاهم. بالتالي النادي الاهلي عنده بعض المباريات المؤجله من من المباريات الافريقيه طبعا. نعم. يعني اجلوا الاهلي ماتشات كتير. شايف مشاركه الاهلي اللي هي كل ثلاث ايام ممكن تؤثر على بعض اللاعبين من بدنيا او من ناحيه لا قدر الله تعرض بعض اللاعبين لبعض الاصابات يا رب ما يكتبها عليهم. شايف الامور دي كلها؟ شايف المسانده من جانب برضه رابطه الانديه والاتحاد كره القدم المصري ايه المطلوب؟ هو طبعا هيكون في مسانده، هم مش محتاجين ان انت تقول في مسانده، هم طبعا في مسانده، بس كمان مطالب ان احنا يعني الدوري العام يستمر لان الدوري العام هو الاساس اللي اللي بيفرغ لنا اللعيبه. اكيد ان الكلام دوت مهم جدا ولازم نشتغل بيه. ممكن برضو طب معلش بس يعني برضو زميلنا في جماهير الاهلي اللاعب رقم 12 في الطريق الى نهائي الابطال زي ما حضرتك قلت من شويه. نعم. يعني بصراحه الجماهير حاجه يا كابتن جدا جدا. انت اليوم النهارده ده يوم غير طبيعي يوم. يعني انا فرحان عشان دول برضو طبعًا اكتر والله العظيم طبعًا طبعًا. طيب الجماهير سبب، الباقي بقى العوامل اللي كنا بنتكلم عليها المكمله. العوامل طبعا مكمله طبعا اكيد جهاز يعني اتحاد الكوره اكيد ان هو هيراعي رابطه الانديه اكيد ان هي هتساعد بشكل كبير جدا. بس كمان احنا لازم نكون يعني ايه يبقى الامور خيرها الوسط أكيد. يعني ما ينفعش ان احنا نريح النادي الاهلي على الاخر لا في الوقت نفسه ما ينفعش طبعًا. ان احنا نعمل عليه كل يومين او يعني. بس كمان النادي الاهلي كمان لازم كمان بقى يتعامل مع الامور دي كمان بقى يعني بايه بعقلانيه احترافيه عاليه. بمعنى النادي الاهلي بمعنى. عنده كل اللعيبه اللي موجودين عليه اللي عنده مؤهلين ان هم يلعبوا ده حقيقة. فبالتالي انا لازم كمان اتعامل مع الامور دي بقى بالشكل ده ان انا يعني ادي كل اللعيبه واديهم بشكل كويس قوي وفي الوقت نفسه انا محتاجهم. يعني اي لعيب زي ما الفتره اللي فاتت دي انا عندي اصابات كانت يعني صعبه جدا جدا واصابات يعني على اعلى مستوى وانا كنت في اشد الحاجه للعيبه الثانيه. فانا لما اجي بقى اقول لحضرتك المستبعدين ما شاء الله المستبعدين الشناوي وحمزه علاء والزنفلي وياسر ابراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد والديبيس واليو ديانج ومروان عطيه ومحمد داو كريستو وكريم فؤاد وطار محمد طار فرقه ثانيه. استنى كمان النهارده دخل في الفرقه الشحات ودخل وامام فكمان دول كانوا موجودين فيعني فرقه ثانيه. فالكلام ده يعني اكيد انه كلام صعب جدا ان يعني انا كنت بعذر المدرب الفتره اللي فاتت دي وكنت انا بقولها لكن مهم جدا بقى المدرب ان هو يلاعب الاولاد التانيين دول عشان يبقى عنده بدايل ويبقى عنده تحسبا لاي حاجه اكيد صح. اكيد وده امر مهم جدا وزي ما احنا بنقول ان اتحاد الكوره لازم يراعي انا كمان لازم اراعي نفسي. انا كمان لازم لعيبتي كلها مؤهله اي لعيب عندي اسيبه يروح اي نادي هيبقى اساسي وهيكسر الدنيا. خندوسي محمد اقول اي لعيب بتاع سيراميكا لا ده كمان اللعيبه اللي موجوده كمان انا مش بتكلم عن كمان اللي بره فانا لازم اللي موجودين معايا دولت لازم العبهم ولازم اديهم ودول ان شاء الله هيعملوا لي يعني انتاج هائل جدا جدا لان هم مؤهلين للكلام ده ان شاء الله. رساله برضو بوجهها للنائب المحترم طبعا احمد دياب رئيس رابطه الانديه المصريه والراجل ده دايما في صالح الكره المصريه في صالح الاهلي في صالح الزمالك في مشوار النادي الاهلي في دوري الابطال في مشوار النادي الاهلي في مشوار نادي الزمالك في الكونفدراليه الافريقيه. اكيد لو في النادي الاهلي احتاج الى بعض المباريات او مباراه للتاجيل ما قبل الموقع الكبيره جدا سواء لنادي الاهلي في دوري الابطال او نادي الزمالك ان شاء الله حالة اهله ويتاهل ان شاء الله اعتقد انه مش هيتاخر. فاصل وما زلت متواصل مع نجمنا الكبير وكابتننا الكبير ومدير الفني القدير كابتن مختار مختار ولكن بعد الفاصل.
رجعكم تاني في الجزء الاخير من حلقه اليوم. كابتن مختار فاضل لنا 9 دقائق هنتكلم على يعني مواجهه الاهلي مع الترجي التونسي يعني في المجمل وفي العموم، وبعد كده هنروح على نادي الزمالك وطبعا نادي دريمز الغاني في اللقاء الصعب أوي. فنيا نعم المواجهه شايف يعني الاهلي في تونس ممكن يرجع تاني بالذكريات والاداء المميز على ملعب رادس والبطولات اللي حققها سواء امام الصفاقسي او امام الترجي في 2012، ولا شايف ان الامور والمعايير والكره والخريطه متغير؟ والله شوف انا يعني اخر ماتش انا حضرته مع في الترجي، انا كنت شغال مع جهاز كنت مع مستر مانويل جوزيه ولعبنا ماتش الترجي في الدور قبل النهائي، بس ماتش النهائي كان ماتش صعب جدا جدا جدا، وهم كمان عملوا فينا حاجه كانت صعبه خالص، ما خلوناش سخنا في الملعب، خلونا سخنا بره الملعب. لان انا لما سخن في الملعب بخش واخد حماس الجمهور كمان واتعود عليه حتى لو سلبي، ما رضوش يدخلوني وفضلوا يسخنونا بره الملعب. ده ممنوع حالا، خلي بالك. غلط طبعا. احنا انا مش عارف دي اتعملت ازاي، لكن اتعملت. احنا السنه اللي فاتت في الدور قبل النهائي كسبناهم رايح جاي في رادس وفي القاهره. لا ده يعني كان ماتش كان يعني كان حاله كان حالتهم مش في اللي هم فيها دلوقتي. لا 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 هم السنه دي هم مختلفين، لان هم شباب وغيروا اعمار ونزلوا بالاعمار السنيه. لا لا في تونس ولاده، وبعدين اصلا كمان الترجي من الفرق الكبيره، خلي بالك ساعدوا بالتدريج وداخل الاهلي حذر، الامور مش زي زمان. طبعا طبعا اكيد اكيد يعني خلي بالك يعني دلوقتي النهارده النادي الاهلي هيفرح، بكره بقى هيفكر بعد كده هيبتدي الراجل يشوف الماتشات بتاعه طبعا يطالع بقى كل يعني كل اوراقهم هتبقى موجوده عنده بكره، وده امر طبعا مهم جدا جدا. التعايش دوت هيخليه طبعا يحس بالفرقه ويعرف مدى خطورتها، ويعرف طبعا العناصر اللي موجوده فيها باي شيء يتعامل معاهم. اكيد الكلام دوت الفتره اللي جايه ديت مهمه جدا بالنسبه له بالشكل ده، وفي الوقت نفسه الفتره اللي جايه فرصه كويسه قوي ليه ان هو يرجع لعيبته بقى كلها. يعني الفتره اللي فاتت احنا عندنا يعني فريق كامل، وكله مؤهل انه يلعب اساسي ان شاء الله تبقى مباراه في صالح النادي الاهلي. هتفتكر نادي الزمالك قلقان على الزمالك جدا بامانه يعني جداً. كمصري يعني انا قلقان على الزمالك لان انا سافلت خماسي لعيب ومدرب، فشو البلد دي بلد لعب مع الاهلي ومدرب مع المحله. فيعني شفتهم متعايشين ازاي في الكوره، بيحبوا كره القدم حب غير طبيعي غير طبيعي. وبالتالي الفرقه دي كمان ان هي لما تيجي هنا وتتعادل مع الزمالك دي حاجه برضه مش ترتيبهم 14 يا كابتن مختار، ترتيبهم 14 غريبه جدا يعني غريب يعني ان هي يعني ايه الروح دي، ايه الروح اللي ما هم برضه عارفين ان هم بيلعبوا الزمالك وده أكيد. امر مهم أكيد. جدا أكيد. بس الزمالك كمان لازم يعرف ان احنا فين الزمالك، احنا الزمالك ودي فرقه كبيره أكيد. وفرقه بطوله طبعا. اكيد لما لعبت الزمالك تحس بالكلام دوت، تعرف تتعامل كويس قوي في الاجواء اللي هي موجوده دي، وده مطلوب صراحه. الاحترافيه بتاعت فرقه نادي الزمالك لازم تبان في الجو دوت، لان الجو دوت مهم جدا جدا ان احنا نبقى واقفين على رجلينا بشكل كويس قوي، ونعرف ان احنا في ظروف صعبه قوي ولازم نتعداها، ونتعداها بايه؟ بالثبات وبالجدعنه وبالروح اللي احنا لازم نشتغل بيها. وهم بيمثلوا نادي كبير اكيد طبعا، نادي كبير. الفتره اللي فاتت دي مؤثره في الشرق الاوسطيه طبعا اكيد. الفتره اللي فاتت ديت فتره من الفترات يعني الوحشه جدا بالنسبه لنادي الزمالك على المستوى الدولي. لا احنا محتاجين ان هم فعلا يثبتوا لنا ان احنا فعلا نادي الزمالك، ونادي الزمالك قادر ان هو يرجع وهو كسبان، بس بالجدعنه وبالروح وبايه باحساسهم ان هم ناس يقدروا يحققوا المطلوب. المطلوب يا كابتن. نعم المطلوب. مطلوب طبعا ان يعني اولا يعني ايه نخاف، لكن في الوقت نفسه نبقى يعني واقفين على رجلينا بشكل كويس قوي. ده مهم قوي ان احنا يبقى عندنا ثقه في نفسينا ان احنا نعرف هنكسب، لان احنا لعبتنا لعيبه كبار، واللعيبه الكبار في المواقف الصعبه دي بتبان بقى معادنهم، المعدن الاصيل بيبان في المواقف الصعبه، وهم في موقف صعب جدا جدا، وجمهورهم محتاج ان هو يفرح، وده امر يعني لازم يبذلوا يعني في اقصى طاقتهم، وده امر يعني ان شاء الله يقدروا يعملوه ويحققوه، لان هم لعيبه كويسه، وبعدين ايه في حاله كويسه قوي، وبعدين ده لسه كسبان النادي الاهلي، فده كمان لازم يتعايشوا فيه، ويديهم روح ويديهم يعني طاقه
ان هم يقدروا مش يكسبوا بقى، ده كانوا كسبين النادي الاهلي فسهل جدا ان يكسبوا ادنى من النادي الاهلي بكثير جدا، بس هي محتاجه جدعنه ومحتاجه نقدر نقول التاريخ والفوارق ما بين الفريقين بين الزمالك ودريمز الغاني ممكن ان شاء الله يا رب العالمين تبقى في صالح نادي الزمالك، ولا المباراه على ارض الواقع ممكن تبقى معطياتها وامور غير. بنقول التاريخ النادي الزمالك تاريخه هايل، بس لو احنا مش هنلعب بالتاريخ، احنا عايزين نلعب بالوقت الحاضر. الوقت الحاضر الفرقه دي فرقه جدعان وجمهم اتعادلوا معانا هنا وطلعوا عيننا، انا لازم اروح اطلع عينهم هناك بايه؟ بالجدعنه وبالقلب وبالروح وبكل ما اوتيت من قوه ان انا اطلع افضل ما عندي عشان اكسبهم. وحضرتك بتتكلم بتقول لاعبا ومدرب لعبت في كوماسي وفي اجواء غريبه واجواء هو كمان المدرب الفني قال عندي طبعاً هلعب في الاجواء وعلى ارض غير الارض وقصه ثانيه وكتير، ممكن هم العوامل تبقى عامل مساعده بالنسبه لهم ولا احنا ولا برضو ما هو احنا مش عايزين تبقى مساعده، ما هو احنا بادائنا هنقدر نغير الكلام ده كله، وهو دوت المفروض. ولاعيبه النادي الاهلي لعيبه النادي الزمالك لعيبه كبيره يعني وعندهم خبرات كتير قوي وما شاء الله يعني عندهم كفايه شيكابالا وخبرات. شيكابالا للاسف اصابه وبقى بره المباراه. معقوله؟ بس معاهم موجود اكيد اكيد برضه يعني معاهم. شيكابالا شخصيته اختلفت باختلاف انا زي ما شفتها كده اختلاف هايل جدا جدا جدا، كان الاول شخصيته برضه شخصيه يعني منفعله وبتاع، دلوقتي ما شاء الله اكتسب خبرات هايله جدا. هو لازم بقى دخل على الطريق تواجده معاهم في نادي الزمالك تواجده معاهم ان شاء الله هيديهم دفعه هايله جدا يعني بتوجيهات وبكلام، واكيد ان هو هيبقى له دور كبير جدا يعني. البدايه تبقى حذره ودفاعيه طبعا لغايه ما اخش شويه شويه وعشان كمان يعني ايه امتص الدفعه اللي هم داخلين بيها، لان هم الدفعه كبيره جدا اتعدوا مع نادي الزمالك هنا والنادي الزمالك رايح لهم في ارضهم، فهم مندفعين اندفاع قوي جدا. الاندفاع دوت خلي بالك انا لازم يعني استغله بشكل كويس ان انا اامن نفسي كويس قوي وهجماتي المرتده تبقى في منتهى الخطوره، لان انا عندي لعيبه تقدر تعمل لي الكلام ده ان شاء الله. ان شاء الله زي ما باركنا النهارده النادي الاهلي بادائه الرائع رغم تعثر المباراه في طبعا في البدايات، ورغم الهدف اللي اتلغى الحمد لله للنادي الاهلي عاد النادي الاهلي مره اخرى بابنائه بجماهيره العظيمه ورجع وفاز بالمباراه 3-0. نتمنى ايضا ان شاء الله يوم الاحد نقول طبعا يعني الف مبروك لنادي الزمالك، والنادي الزمالك يوصل ان شاء الله لنهائي الكونفدراليه ويبقى النادي الاهلي هو بطل دوري الابطال ونادي الزمالك هو بطل الكونفدراليه الافريقيه ويبقى السوبر. يا كابتن مختار اختم معايا. ده تبقى حاجه هايله، تبقى حاجه جميله، حاجه هايله جدا جدا واحنا فعلا نتمنى ان شاء الله ان هي تحصل باذن الله. كابتن مختار شرفتني ونورتني ودايما طيب معانا احصائيات المباراه. طب ماشي يعني مواعيد المباراه، دريمز الغاني هيلاعب الزمالك يوم الاحد 28 ابريل الساعه 7 مساء، نهضه بركان هيلاعب نادي اتحاد العاصمه الجزائري يوم الاحد 28 ابريل الساعه 10 مساء، والاتحاد الافريقي كان اقر بفوز نهضه بركان المغربي 3-0 في المباراه الاولى نظرا للاختلاف على طباعه خريطه على التيشيرت وحاجه زي كده. كابتن عشتها شوف عشتها ولسه مسيس كره القدم وكره القدم خلاص المفروض صناعه كبيره بعيده عن كل ده. وليه احنا نعمل كده وليه ندخل يعني الشعوب؟ خلي بالك يبقى في عقوبات على الاتحاد الجزائري وعلى الفريق ده كمان يعني ده يعني. ربنا يسعدك كابتن مختار شرفتني ونورتني وشك حلو علينا وعلى النادي الاهلي والف مبروك. ايوه الابتسامه الجميله دي شفتك في الاوضه غير كده خالص. الحمد لله كانت مش صعبه يعني نورتني. الحمد لله ربنا يخليك ان شاء الله نشوفك في النهائي واقول لك الف مبروك ان شاء الله باذن الله. شكرا اعزائي المشاهدين بكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من ارمونتادا على شاشه قناه المحور. في الختام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.